بتستحل الشغل الحرام يعني؟ انت مش عارف ان ده بتضر بلدك؟ يعني وانت كبير كده مش ممكن تشتغل شغلة شريفة؟ مش فاهمة ايه اللي بيضحكك يعني حقيقي، يعني الموقف اللي انتوا فيه ما يضحكش ابدا. تشتغل ايه؟ تشتغل مهرب؟ يعني التهريب وظيفة؟ مهنة؟ مش احسن تشتغل في حاجة امنة وخارج مش خارج عن القانون؟ رحت محلات كتير بس محدش عايز شغال. في شغل شريف كتير، في الاستثمار، في شركات نظافة، في امن، في حاجات كتير. انا مش عارف اي حتة اشتغل فيها والله. شركة نظافة مش افضل واكرم لك؟ يعني انت مبسوط من الموقف اللي انت فيه ده؟ لا. واخد على كده انت بقى؟ لا والله. مش اكرم لك انك تكون بتشتغل شغلة شريفة ولا كده تتقبض عليك وتبقى متسول بالطريقة دي؟ على صعب. طيب على صعب على الكل. بس الكل بيعمل ايه؟ بيحاول يدور على شغلة شريفة. في اعمال مش مفيش. زعلان على اللي انا شايفاه ده، انا زعلان عليه. زعلان؟ احنا زعلانين على روحنا برضه.